اف ام. صباح العربية اف ام. العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة في قلب الحدث اينما تكونون. العربية اف ام معك في كل مكان. النصر حقق هذا الموسم لقب بطل دوري المحترفين السعودي للمرة الثانية على التوالي. سلام يا سعيد، وقدم موسما مميزا على صعيد الجماعي والفرد. تقام اليوم المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم. أخبار الرياضة منتصف الليل على شاشة العربية. نغطي الأحداث الكبيرة بكل ما فيها من تفاصيل، ونهتم بالأحداث الصغيرة بقدر تأثيرها عليك، لأنه من حقك أن تعرف. العربية هناك العشرات من الأحداث تجري من حولك. تابع الأخبار التي تهمك على تطبيق العربية. تصميم جديد كليا وبخدمات جديدة. شارك، تصفح وشاهد آخر المستجدات وبشكل مباشر. حمله الآن. صباح العربية. صباح العربية FM. اللي كان روح بلسم لها المجروح، اسيو عقلبي كتير، دخل الهوى يا بير، سري انا لا تبوح، سري انا لا تبوح، واللي كان روح بلسم لها المجروح، مجروح
أعز الحبايب للمطرب التونسي صابر الرباعي، استمعنا إليها في مستهل الساعة الثانية من صباح العربية فم لهذا اليوم الأحد. مستمعين الكرام، الآن إلى هذه الجولة المنوعة. مستمعين الكرام، يوم غد بإذن الله مستمعين الكرام يصادف اليوم العالمي لكتاب الطفل. أيضا يوم الثاني من أبريل هو اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. نبدأ مع اليوم العالمي لكتاب الطفل مستمعينا الكرام، وهذا اليوم نشأ عن طريق سيدة من ألمانيا نظمت اجتماعا في ميونخ. السيدة اسمها إلا ليخمان، نظمت اجتماعا في ميونخ بعد الانتهاء من الحرب العالمية الثانية لتعزيز التفاهم والتفاعل العالمي عبر كتب الأطفال. ثم أتى هانس كريستيان أندرسون الأديب الوطني الدنماركي المشهور، وبدأ بإعطاء جائزة كل سنتين من نفس الميعاد في الثاني من أبريل للمتميزين من كتاب أدب الأطفال. أيضا لأن الثاني من أبريل هو يوم مولد أندرسون، حيث يجتمع المؤلفون والناشرون، الكتاب، الرسامون، أمناء المكتبات من جميع أنحاء العالم لإظهار أهمية كتب الأطفال. يرعى هذا الحدث المجلس الدولي لكتب الشباب، وهو منظمة غير ربحية تمثل شبكة من الناس من جميع أنحاء العالم الذين يسعون لترقية ودعم كتب الأطفال. وكل سنتين يختار المجلس الدولي لكتب الشباب الكتب المتعلقة بالأطفال والشباب المعوقين أيضا، ويوجه هذا الاختيار الذي يجري كل سنتين الانتباه للكتب المنشورة في جميع أنحاء العالم بمجموعة متنوعة من اللغات والأشكال التي تعالج الاحتياجات والأوضاع الخاصة والتي تشجع على الإدماج على جميع المستويات. أيضا مستمعينا يوم غد الثاني من أبريل هو اليوم العالمي للوقاية أو التعريف
للتوعية بمرض التوحد. هذا وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2007 وبالإجماع أعلن الثاني من أبريل بوصفه يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، ذلك لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الناس الذين أو الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد كي يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع. مرض التوحد هو اضطراب يظهر لدى الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثالثة، ويؤثر هذا الاضطراب في نشأتهم ويأتي على ثلاثة أشكال، فقد يكون اضطرابا لغويا بحيث يصعب تعلم الكلام ونطقه، في المهارات أيضا قد يكون هناك صعوبة بحيث يصعب التواصل مع الآخرين والاستجابة الاجتماعية، أو قد يكون الاضطراب هذا في السلوك بحيث يصعب على هؤلاء الأطفال التصرف. ولا تزال الإصابة بهذا المرض مجهولة الأسباب حتى الآن، ويعتقد أغلب الباحثين أنه يخضع لعوامل بيئية كالظروف التي تتعرض لها الأم خلال فترة الحمل، وربما نقص كمية الأكسجين التي يحتاجها الطفل أثناء الولادة، وبعضهم يعتقد بأن هذا المرض توحد يحدث نتيجة الانتقال الفيروسات للأطفال، فيما يرى آخرون أنه نتيجة خلل في مناعة الطفل. وتشير الإحصائيات إلى أن من بين كل 150 طفلا يصاب واحد على الأقل بهذا المرض، والذكور أكثر عرضة للإصابة بالتوحد من الإناث بأربعة أضعاف. وما لوحظ أيضا بأن الإصابة بالتوحد لا تميز بين بلد وآخر أو عرق دون غيره، فهي واحدة ومتساوية في كل دول العالم. والهدف من تخصيص الأمم المتحدة للثاني من أبريل كيوم عالمي للتوعية بالتوحد هو التعريف بهذا المرض والتحذير منه، فتمت دعوة جميع الدول الأعضاء وجميع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المدنية لنشر الوعي بشكل عام والاهتمام بهذا المرض. هذا قد يكون يوما حزينا لكثير من العائلات التي لديها أحد الأشخاص المصابين بالتوحد، لكنه قد يكون يوما مفرحا عند البعض، فقد يعد خطوة في طريق العلاج بما يكفل تمكن جميع الأطفال والبالغين المصابين بالتوحد من العيش حياة كاملة وذات مغزى. نتمنى لكم ولأطفالكم المستمعين الكرام دوام الصحة والعافية بإذن الله. الآن ننتقل إلى زميلنا بطرس موسى في فقرة صحتك تهمنا، ليعرفنا على طرق تمكننا من الوقاية أو تخفيف من الصداع. صحتك تهم مع بطرس موسى. صحتك تهم. صحتك تهمنا، واليوم سنتحدث عن الصداع. ما هي الأسباب الرئيسية للإصابة بالصداع؟ ذكر تقرير إلى أن بعض أنواع الصداع قد تكون علامة على الإصابة بحالة مرضية خطيرة، مثل التسمم بغاز أو الأكسيد الكربون أو انقطاع التنفس المفاجئ في أثناء النوم، كما أنه قد يحدث أحيانا لأسباب هرمونية. وحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية، أوضح التقرير أن الصداع الأولي الذي لتسببه مشاكل صحية أخرى غالبا ما ينجم عن فرط النشاط أو المشاكل المرتبطة بأجزاء الدماغ الحساسة للألم. وقال الدكتور سيث رانكن الطبيب العام الممارس بعيادة أطباء لندن، قال: الكثير من الأشخاص يطلقون على الصداع الذي يصيبهم اسم الصداع النصفي، لكن هذا غير صحيح وليس له أي علاقة بالصداع التقليدي بأي شكل من الأشكال. وتابع الدكتور: الصداع النصفي هو نوع محدد من الصداع يعتقد أنه ينجم عن حدوث بعض التغييرات في كيمياء المخ والأعصاب والأوعية الدموية، وهناك مجموعة محددة من مثيرات الصداع التي يجب تجنبها، كما يوجد عدد من العلاجات الفعالة التي قد تساعدنا في التخلص من الصداع الذي هو ببساطة شديدة عبارة عن ألم تشعر به داخل رأسك.
الدكتور رانكن أضاف لكن الصداع الأكثر شيوعا بين البشر هو صداع التوتر، وهو يصيب أكثر من نصف سكان العالم البالغين مرة أو مرتين في الشهر، ولكن في الوقت نفسه يصاب بعض الأشخاص به بمعدلات أكبر من ذلك. ويكشف الدكتور رانكن عن الأسباب 7 الأكثر شيوعا لحدوث صداع التوتر، وتشمل أولا الجفاف. قال الدكتور رانكن: عدم تناول القدر الكافي من المياه يعرض الأشخاص غالبا للإصابة بالصداع، لذا فأول شيء يتوجب عليك فعله حال الشعور بالصداع أن تتناول كمية كافية من المياه. ثانيا النظر للشمس. أكد التقرير أن الحول قد يتسبب في الإصابة بالصداع، والتحديق في أشعة الشمس هو السبب وراء الإصابة بالحول. وقال الدكتور رانكن: ارتداء نظارات الشمس قد يساعدك فعلا، ولكنها أحيانا قد تجعلك تبدو بمظهر غريب حال استخدامها في قاعة الاجتماعات، لذا يمكنك البدء بتجنب النظر إلى أشعة الشمس المباشرة، كما يجب أن تستريح كل فترة ولو لعدة دقائق من مطالعة شاشات الكمبيوتر والتابلت والهواتف الذكية. ثالثا السهر. قال الدكتور رانكن: ربما لن تفاجأ بأن عدم الحصول على القدر الكافي من النوم قد يعرضك للإصابة بالصداع، كما أنه يعرضك للعديد من المشاكل الصحية الأخرى مثل السمنة وارتفاع معدلات الإصابة بالأزمة القلبية والعديد من المشاكل الصحية، ولذا يجب علينا الاسترخاء للتخفيف من حدة هذا الصداع التوتري. رابعا الضوضاء. الضوضاء ستعرضنا للإصابة بالصداع، لذا يجب عليك عزيزي المستمع أن تتجنبها، وحاول استخدام سدادة الأذن إذا كان الضجيج عاليا. الكسل والخمول. الدكتور رانكن قال بأن الأشخاص الذين يجلسون ويرقدون طويلا ولا يمارسون الرياضة غالبا سيتعرضون للإصابة بالصداع. سادسا الجلوس الخاطئ. وضعية الجلوس الخاطئ قد تعرضنا للإصابة بالصداع، لأنها تتسبب في المزيد من الضغط على الجزء العلوي من الظهر والرقبة والكتفين، وهو ما قد يعرضنا للإصابة بالصداع. سابعا الجوع. عدم الأكل من الممكن أن يتسبب في الصداع، ولكن هذا لا يعتبر عذرا لتناول الدوناتس والآيس كريم، لكن إذا توقفت عزيز المستمع عن الأكل فترة طويلة فقد يعرضك ذلك للإصابة به. وقال الدكتور رانكن: الكربوهيدرات المحولة والسكريات من الممكن أن تتسبب في انخفاض سريع بمستويات سكر الدم بعد فترة قليلة من تناولها، وهو ما قد يتسبب في الإصابة بالصداع. يعني وباختصار مستمعين، هناك عدد من النصائح لتجنب الصداع، تشمل كما ذكرنا الاسترخاء واستخدام نظارات شمس ووضع سدادات الأذن لتجنب الصداع الناجم عن صخب الأطفال، والنوم لبعض الوقت، وممارسة الرياضة، والجلوس بشكل مستقيم، وتناول وجبة الإفطار، والحصول على كوب من الماء، لكن حال الشعور بالصداع عقب اتباع كل هذه الوسائل أو عجزك عن اتباعها، فيجب عزيزي المستمع أن تسارع وتستشير طبيبك المختص لمتابعة حالتك وإعطائك النصائح المرجوة. صحتك تهمنا. صحتك تهم مع بطرس موسى. صحتك تهم. شكرا للزميل بطرس موسى الذي عرفنا على طرق كيف نخفف ونقي نفسنا من الصداع في فقرة صحتك تهمنا. السابعة 7:22 في استديوهات العربية FM، زلنا معكم في الساعة الثانية من صباح العربية FM لهذا اليوم الأحد مستمعين الكرام. الآن مستمعين الكرام سنكون بعد أن تعرفنا على الفقرة الطبية والصحية في هذا اليوم، الآن سنتوقف مع فاصل قصير بإذن الله، سنكون من بعده مع الفقرة الثقافية، حيث كالعادة يختار لنا ترك الدخيل بعضا من أجمل ما حفظته كتب التراث العربي من فنون أداب وأشعار في فقرة من عيون الأدب. بعدها ياسر محمد علي يتصفح معنا بعضا من صفحات موسوعة العربية ويعرفنا على شخصية جديدة من موسوعتنا.
بعد هذه الفقرة الثقافية والجزء الأول من فقرتنا الثقافية لهذا اليوم، كل يوم من كتاب أو عفوا موسوعة العربية ومن عيون الأدب، بعدها سنتوقف مع عناوين الأخبار عند منتصف الساعة السابعة بإذن الله. لكن أولا نتوقف مع هذا الفاصل القصير مستمعينا الكرام.